السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة للشيش طاووق مختلفة تماما عن اللي عملناها قبل كده مع بعض. انا عندي هنا بولة هنزل فيها ببهارات من الشيش طاووق، وهنزل بربع كوب كل من زيت وعصير ليمون وصويا صوص ومعلقتين كبار من دبس الرمان ورشة من الفلفل ورشة من الكمون. هقلب المكونات مع بعض وهنزل عليهم بقطع الشيش طاووق. انا هنا قطعت القطع للمقاس ده، انتي عايزة اكبر براحتك، عايزة اصغر دي حسب رغبتكم. هقلب الشيش مع الخلطة، وهنا بعد ما قلبتهم كان جاهز معايا. هنا عندي الصينية بتاعتي مكان الخضار المشوح، هنزل عليها بمكعب كبير من الزبدة وهنزل عليهم بالشيش طاووق. انا هنا كنت مستعجلة فاستخدمته على طول، انت لو مش مستعجلة ممكن تسيبيه حوالي ساعتين في التلاجة واستخدم على طول، ولو سيبناه ليلة كاملة هيكون اطعم بزيادة. هنا دي مراحل النضج بتاعته، ابتدي اقلب من تحت لفوق، وهنا عندي كل قطعة خدت غلاف محمر من تحت لفوق، وهنا كان نضج معايا بالكامل. احطه في طبق التقديم، مش قادرة اوصف لكم قد ايه كان طعمه في منتهى الجمال وغير ريحته الهايلة. يلا بقى نضوق مع بعض. شايفين شكله عامل ازاي؟ الله، ده غير الطعم كان حكاية. انا هنا قدمته مع خضار سوتيه ومع ارز بسمتي بالشعرية والخلطة، وجبة غذائية كاملة وكمان تغيير وتجديد. اتمنى من كل قلبي الوصفة تكون عجبتكم. يلا جربوها وقولولي اراكم في الكومنتات.